من جديد جدد العرب دعوتهم لتنظيم مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. دعوة ظهرت في قمة البحرين اللي استضافتها المنامة يوم الخميس اللي فات، وطرحها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وشدد عليها الأمين العام لجامعة الدول العربية ودعمها إعلان البحرين اللي أيد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة سلام عربية وقرارات الشرعية الدولية. كل ده اتقال في قمة البحرين، وكل يعني هؤلاء المجتمعين طرحوا دعوات عقد مؤتمر دولي للسلام يوصل لنتيجة عادلة، نتيجة مؤتمر مهم زي ده لازم على الأقل تكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 67، تكون عاصمتها القدس الشرقية وتبقى عضوة بشكل كامل في الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة كاملة السيادة زيها زي كل دول العالم. المطالب والأهداف العربية واضحة من فكرة تنظيم مؤتمر دولي جديد للسلام، واللي من ضمنها حق الفلسطينيين في العودة لأراضيهم وتقرير مصيرهم. مطالب العرب في قمة البحرين ما كانتش أول دعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، سبقها قبل كده دعوة القمة العربية الإسلامية المشتركة والمطالب المصرية المتكررة اللي تجاوزت حد المطالب وسعت بالفعل لجمع العالم وتقديم الرواية الفلسطينية من اللحظة الأولى للحرب العالمية على غزة بتنظيم قمة القاهرة للسلام. فهل دعوة العرب لعقد قمة دولية للسلام قابلة للتنفيذ؟ هل ممكن يتنازل الغرب عن دعمه السافر للصهيونية ودعم إسرائيل ويلعب دور الوسيط النزيه بالفعل؟ هل بقينا في نقطة أقرب للتعامل مع الشرعية الدولية بشكل مختلف؟ هل نقدر نقول إن عملية طوفان الأقصى حركت وأعادت إحياء القضية الفلسطينية ورجعتها من غياهب النسيان؟ وهل يمكن الحديث عن السلام في وقت الحرب؟ عن السلام والمجتمع الدولي والقضية الفلسطينية هيكون حواري مع أحد مهندسي اتفاقية أوسلو سيد حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا معنا. يعني ما عرفش نقول لحضرتك باش مهندس ولا نقول لك دكتور زي ما بيقولوا عليك ألقابك كده. لا ده لقب صح، خدته من 93 مجانا. أيوة دكتور حسن. دكتور بلاش. أيوة ولكن أنت بالتأكيد لو أنت مش دكتور ما خدش الدكتوراه، لكنك مهندس أو أحد مهندسي مهندس زراعي اتفاقية بس. مهندس زراعي بس مش سياسي كمان. بالأصل مهندس زراعي. أنت أصلا مهندس زراعي؟ صحيح. كمان يبقى هو ما قالوا عليك أحد المهندسين بتوع اتفاقية أوسلو ما كانش كلامه غلط. أنا بعتقد يعني هيك. هل التاريخ فيها سذاجة سياسية؟ لأنه إحنا مكلفين بمهمة، لأنه كان في قيادة سياسية للشعب الفلسطيني. هي اللي بترسم بالأخير. إحنا أعضاء لجنة. يعني لجنة تفاوضية من 6 بقوت الخالد المؤسس ياسر عرفات. احنا كل مع الأخ أبو علاء وأنا رحنا مفاوضين، بالتالي احنا لم نهندس، نحن فاوضنا على رؤية تم صياغتها ضمن خلية قيادية للشعب الفلسطيني. هاي التعابير اخترعت بعتقد إرضاء شمعون بيرز، كان بحب هاي الألقاب الأساسية. يعني رابين عمره ما قال عنه، مثلا الخالد ياسر عرفات ما قال عنه، نحكى عن ابو مازن، نحكى عن ابو علاء، نحكى عن عصر عصور. والحقيقه احنا الثلاثه اعضاء في لجنه يقودها ياسر عرفات. نعم. هرجع للموضوع ده وعايز اتكلم عنه، هو موضوع فقرتنا النهارده، ولكن عايزه ابدا بخبر النهارده. كيف رايت اليوم بيان المحكمه الجنائيه الدوليه وما تحدث به كريم خان اليوم؟ انا شخصيا كحسن عصور بعتبره قرار تاريخي عكس بكثير ما تكلموا. السبب انه لاول مره منذ 76 عام دوله الكيان تضع على المخصر التاريخي. احنا الفلسطينيين دائما يقال عنا ارهاب مش ارهاب، لا جديد في اتهام اي فلسطيني. لاول مره في تاريخ القانون الدولي او محكمه دوليه تضع اسرائيل كدوله، يعني رئيس وزراء دوله اسرائيل ووزير جيشها ومؤسساتها الامنيه على طاوله المحكمه الجنائيه الدوليه. هذا بالنسبة لي أنا بالتوازي مع ما يحدث في محكمة العدل الدولية إعادة صياغة هذه الدولة اللي كانت فوق القانون، الآن هي تحت القانون ومطاردة. لذلك أنا بعتقد على الفلسطينيين وبالتحديد القيادة السياسية للشعب الفلسطيني والفصائل أن تتعامل مع المسألة بحكمة سياسية عالية وبذكاء سياسي عالي.
دولة إسرائيل متهمة بإبادة جماعية، بعض أطراف حركة حماس متهمة بجريمة، الدفاع الفلسطيني، لأن هذا الآن مش قرار محكمة بالمناسبة، هي مذكرة من محامي للمحكمة، لم يصدر بعد بالمناسبة، القرار لم يصدر، هذا للمحكمة على أن تصدر قرارها، إلى أن يصدر قرار إحنا نحضر أوراقنا بشكل صحيح، لنريد ما حدث في 7 أكتوبر، هناك أخطاء يتم محاسبة الأخطاء، لكن لا يمكن على الإطلاق أن تقارن هذه الأخطاء وإن كان بها بعض الجرائم بدولة ترتكب جريمة، في فرق كبير جدا في الموضوع، ولكن القاعدة الأساسية أن دولة الاحتلال بالنسبة لي أنا هي التي تحتل إدانة تاريخية لأول مرة منذ 76 عام، وهي بالتوازي مع محكمة العدل إحنا دخلنا في مسار لا يجب أن يضيع من بين إيدينا تحت فدلكات البعض دفاعا عن البعض. أنا بهمني قضية فلسطين وبهمني دولة الاحتلال. أنا الآن دولة الاحتلال كلها فوق على بعضها تحت المغسلة، مش لازم أفوت هاي الفرصة. لذلك اليوم البيت الأبيض، وزارة الخارجية الأمريكية كلام واضح، سوناك كلام واضح، مع أنه كريم خان بريطاني بالمناسبة، كريم خان بالأساس متهم بأنه تواطأ من حيث المبدأ، يعني في إرجاء ما كان يجب، ولم يدخل إلى قطاع غزة كما دخل إلى المناطق اللي تعرضت لأحداث 7 أكتوبر. ورغم ذلك أنا بالنسبة لهاي مقدمة اقتحام تاريخي لإدانة هذه الدولة. نعم.